جواه الهارت بتاعك. والسيرفس اللي قدامك كان الهارت ده السيرفس الاصلي قدامك اسمه انتيرور او ستيرن كوستال سيرفس. ده بصوا يا جماعه الستيرن كوستال سيرفس ده بيتكون من ايه؟ وبيني وبينك الهارت كله يعني بيتكون من ايه؟ الهارت يا جماعه بيتكون من فور شيمبرز. فور شيمبرز. اتنين فوق اسمهم الاتريا. طبعا اتريا دي جمع اتريم. في عندي اتريم على مين؟ يبقى اسمه كده ايه؟ رايت اتريم. وفي اتريم على الشمال الالف اتريم. بس خدوا بالكم يا جماعه كل اتريم مش عامل زي الاوضه كده المصمطه. لا ده هو اوضه في الاول يعني بوافع كده وطالع منه جثث. طالع منه الجثث ده. الجثث ده اللي طالع من الاتريم اليمين وزيه فيه من الاتريم الشمال. الجثث ده يا جماعه طالع ازاي؟ فورورد ولا باكورد؟ فورورد. اهو ده يا جماعه فورورد. وابورد ولا داون؟ ابورد. كل اتريم طالع منه بروجيكشن. البروجيكشن ده طالع ابورد اند فورورد. شبه مين؟ شبهه ان هو طالع زي اللي طالع منه ده. قال لك ده اير لايكوسيس. ودي اسمها ايه في الاناتومي؟ اسمها اوريكل اللي هي صوان الاذن. فشبهوا البروسيس ده اللي طالع من كل اتريوم ابورد اند فورورد ان هو بروسيس اير لايك وسموه بالتالي اوريكل. فعلى فكره يا جماعه ده رايت اتريوم اهو وطلع منه البروسيس ده ابورد اند فورورد يبقى اسمه ايه ده؟ رايت اوريكل. الليفت اتريوم من اهو مستخبي كله. انا مش شايف خالص. بس ليه ليه في انا شايف منه البروسيس بتاعه ده اللي طالع ابور اند فورورد يبقى اسمه ايه؟ ليف اوريكل. ويبقى اذا في عندي تو اتريم طالع منهم تو اوريكلز. رايت اتريم طالع منه رايت اوريكل. ليفت اتريم طالع منه ليفت اوريكل. ده الابر بارت اوف ذا هارت. اللور بارت اوف ذا هارت بقى تحتيه في تو فنتريكلز. التو فنتريكلز دول واحد ناحيه اليمين اكيد اسمه رايت فنتريكل و فنتريكل ناحيه الشمال يبقى اكيد اسمه ليفت فنتريكل. الهارت كله يا جماعه لسه بيتكون من تو اتريوم طالع منهم تو اوريكلز وتو فنتريكلز والاتريا رايت وليفت والفنتريكلز رايت وليفت. يلا بقى كده نبص على الاسترن كوستال سيرفيس بتاعه. مش ده الاسترن كوستال سيرفيس اللي هو الانتيو سيرفيس؟ بيتكون من ايه؟ الصراحه بيتكون من اربع تشامبرز. الرايت اتريوم والاوركل والرايت فنتركل والليفت فنتركل والليفت اوركل. الاربع تشامبرز موجودين. بس مين من الرسمه بتاعت ايه؟ مين الشمبر الاساسي اللي بيتكون الاسترنو كوستال سيرفيس؟ شايفين العين الكبير قوي ده؟ كبير قوي قوي قوي. واخد معظم الاسترنو كوستال سيرفيس. خد بالك الاسترنو كوستال سيرفيس دي مينلي فورم اوف رايت فنتريكل. بيساهم معاها كده اجزاء صغيره من الرايت اتريوم اند اوريكل رايت الليفت فنتكل والليفت اورك. بس الجزء الاساسي الكبير قوي ده الرايت فنتكل. على فكره كل بوردر هقولها وكل سيرفس هقوله لازم تاخد بالك كويس قوي مين المين تشامبر اللي عندك. مين المين تشامبر؟ فانا هقول الاستيرن كوستال سيرفس فورم مينلي اوف رايت فنتكل.
طب الاسترن كوستال سيرفيس ده ليه كام بوردر؟ نعده ادي واحد البوردر دي اسمها بوردر على اليمين يعني هتكون هنا رايت بورد مقابل يعني الثانية الليفت بورد بوردر تحت انفيرو بورد وبوردر فوق يبقى اسمها ايه؟ سوبير بورد فالاستيرن كوستال سيرفيس ده هو ليه؟ فور بوردرز الفور بوردرز دول بقى يمسك واحدة البوردر اللي على اليمين قولوا لي انت مش هتكلم معمولة بمين؟ اونلي معمولة بال رايت اتريم الرايت بوردر معمولة بالرايت برافو عليك طب الانتيريور بوردر معمولة بمين؟ اللور بوردر معمولة مينلي مش اونلي معمولة مينلي من رايت فيكتور بس انا ليه قلت مينلي؟ بص كده الحتة دي اللور بوردر عند الايبس او ظهر دي معمولة بالليفت فنتركل فاللور بوردر معمولة مينلي بالرايت فيكتور except very small part at the apex معمول بالليفت فنتريكل ماشي طب البورده دي انتوا قلتوا عليها ايه؟ ليفت بورد الليفت بورد دي يا جماعه معموله بايه؟ معموله مين دي؟ ليفت بنت وسمول بارت قوي فوق الابر اند بتاعت الليفت برضه دي معموله بال ليفت اوريكل ليفت اوريكل طب الابر برضه دي بقى شايفين الابر برضه ولا لا؟ لا مش شايف اللي قاعد بيقول اه كده وخلاص لا انت بتفكر انا مش شايف الابر برضه اصل الابر برضه دي مستخبيه مستخبيين مين؟ مين اللي مخبيها؟ التورج بيسز دول ده على اليمين وده شمال مين دول بقى؟ ده اللارج ارتري اللي طالع من الليفت بنت اللي اسمه السندك اورطة بس خدوا بالكم الاورطة ده ثلاث اجزاء جزء منه طالع من الليفت بنت ورا مستخبي اسمه السن ثم بيعمل ارش اوف ذا اورت ثم الجزء اللي انتم كنتوا شايفينه من شويه اللي هو كان نازل اللي اسمه ديسندنج ثوراسيك اورت فالابر بورتر هنا اهو يا جماعه اوف ذا ستيرن كوستال سيرفيس مستخبيين اولا على الناحيه اليمين بالاسندنج اورت والبيسن الكبير قوي ده اللي طالع من الرايت فنتر مين البس الكبير قوي اللي طالع من الرايت فنتركل؟ بالموناري بالموناري ترانكا بالموناري ترانكا نبص يا جماعه اذا احنا عندنا الاستيرن كوستال سيرفيس ليه؟ كام بوردر؟ فور بوردر انا مش هتكلم البوردر دي اسمها؟ رايت معمولة only بال رايت اتري رايت اتري بوردة اسمها انفير معمولة نيرلي رايت اتري بال رايت اتري اكسب اتري الانفير بوردة دي معمولة بال معمولة بالليفت بنت الليفت بوردة دي معمولة مين بال ليفت بنت سيبت الابر اند بتاعها معمول بال ليفت اوريكل الابر بوردر اللي انتم مش شايفينه ده بيستخبى بالاسندنج اورتر اند ذا بالمونري عايزين تعرفوا بقى السوبير بوردر دي فين بالظبط؟ البالمونري ترانك
بيتفرع لليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتري. الليفت ورايت بالمونري ارتري دول يا جماعه هم اللي ماشيين على السوبير بوردر اوف ذا هارت. السوبير بوردر اوف ذا هارت ماشي عليه التو بالمونري ارتريز مستخبيين زي ما اتفقنا على الابر بوردر ديت بالاسندنج اورتا والبالمونري ارتري. عايزين نشوف ال الابر بوردر دي بقى نقدر نشوفها من ورا. نشوفها من ورا. هذا الهارت بعد ما منظر خلفي الهارت بعد الهوا. بنبص من ناحيه البيز. فده منظر بقى خلف الهارت والبوردر ديت. البوردر ديت اللي هي الابر بوردر. اللي هتكون ماشي لك عليها ده المفروض البلمونري ارتريز. فده منظر خلف الهارت نقدر نشوف فيه الابر بوردر اوف ذا هارت. نبص يا جماعه للستيرن كوستال سيرفيس ده ريليتد ليه؟ ايه الريليشن بتاعته؟ الريليشن بتاعته للستيرن كوستال سيرفيس لو سالتك ايه الريليشن بتاعته ده يبقى سؤال بث ليه بقى؟ لان اسمه ستيرن كوستال ريليتد للستيرن وكوستال كارفر مو بقى الشرطة ال الاستيرن كوستال سيرفيس يا جماعة انتيرور اند تو ذا رايت على القدام ومن ناحية اليمين ريليتد لايه؟ ريليتد للرايت لانج والبلورا وعليها